إذن يعني حضرتك نائب مستقل، ولكن بطبيعة الحال يعني من ضمن مجموعة قوى المعارضة. كنت الأسبوع الماضي عقدت مؤتمر صحافي كان أساسه المطالبة بعقد لجنة نيابية لبحث موضوع الحرب. اتطرق إلى هذا الموضوع يعني بسياق حديثنا، ولكن الموضوع المستجد اليوم هو مؤتمر صحافي، إعلان خارطة الطريق، في رؤية جديدة بتكون تطرحها، وستلتقون كتل نيابية وأيضا بسفراء الخماسية. ما هو جوهر هذه المبادرة؟ يعني على ماذا تقوم هذه المبادرة؟ وشو الجديد فيها غير يلي طرح خلال 20 شهر سابق؟ هلا ما فينا نقول انه هيدي مبادرة جديدة او اقتراحات جديدة، هي اقتراحات سبق واعلنها قسم من المعارضة قبل، لكن هالمرة الفرق انه هيدي الاقتراحات او خارطة الطريق سيجتمع عليها كل افرقاء المعارضة 31 ويقدموها بشكل علني للشعب اللبناني اولا، ثم للرئيس بري، ثم لجميع الافرقاء، واخر شيء حيكون في نسخة للخماسية، للجنة الخماسية، لانه هني عم بيقوموا بدور الوساطة. اذا اليوم يمكن هي اول مرة عم بيصير في اقتراح مكتوب وعملي لسد جميع العقبات تجاه انتخاب رئيس للجمهورية. وبالتالي من بكرة الملعب سيكون عند الطرف الآخر، وهو طالما كان عنده الكرة كانت بملعبه، لأنه هو اللي مسكر المجلس النيابي. لكن نحن عم نقوم هلأ باقتراحات إيجابية تتكون قيمة مضافة على جميع الجهود يلي سبق وقامت فيها عدة أطراف بالمجلس النيابي كرمال الوصول إلى فتح المجلس النيابي وانتخاب رئيس جمهورية واحترام الدستور واحترام الديمقراطية، وأهم شيء عدم التعطيل وعدم انسحاب النواب من بس الجلسة بغض النظر أديب عن النتائج. أستاذ أديب، هذا الأمر معروف وهيدا عم بتطالبوا فيه صار لكم أشهر، بأنه جلسات متتالية وفتح مجلس النواب واحترام كل ما ينص عليه الدستور. هذا الأمر بيعرفه الرئيس نبيه بري، هذا الأمر بيعرفه سفراء الخماسية يلي جالوا على كل الكتل، فيلي عم تعملوه وين رح يشكل أي خرق؟ وين رح يشكل أي جديد؟ وكل الفرقاء السياسيين وتحديدا المؤثرين، يعني عم نحكي عن الرئيس بري أو حتى إذا كانوا سفراء الخماسية، يعلمون كل هذه التفاصيل. هل على أرض الواقع ستلقون الرئيس نبيه بري في طرحه للحوار، طالما هو قال بأنه سأفتح المجلس النيابي بدورات متتالية ومتعددة في حال اجتمعنا وتحاورنا قبل؟ يعني هو قال طاولة الحوار هي المدخل لهذه الجلسات. هل هذه الورقة اللي رح تقدموها اليوم تلحظ أي شيء عن الحوار غير رفضه؟ لا، ما رح يكون في كلمة حوار بهذه الورقة، حيكون في كلمة تشاور، حيكون في كلمة تلاقي للنواب مع بعضهم. وين؟ خلال الجلسات؟ قبل الجلسات؟ كيف؟ نعم. بأي صيغة؟ فيكون داخل جلسات، وهذا يلي منفضله. نحن منفضل، حقلك إياها بكل صراحة، وهذا تم اقتراحه من عدة أطراف بالمعارضة سابقا، وأنا شخصيا بحثته مع الرئيس بري نفسه من 8 شهور، وقلنا له وقلت له أنه الأفضل أنه الرئيس بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومنفوت على أول دورة. إذا ما طلع، إذا ما انتجنا رئيس، بنروح ساعتها على الدورة الثانية والثالثة، لكن بيناتهم بيصير في تشاور وتلاقي ما بين النواب داخل أروقة المجلس النيابي أو بمكاتب المجلس النيابي. وأصلاً بهذه الطريقة الرئيس بري سيترأس الجلسة، وهو بالتالي المسؤول عن كل شيء سيحصل ولكن هاي الصيغة يعني بيرفضها الرئيس بري. نحن اليوم عم نحط هذه الصيغة مع
طروح عملية، يعني مع أوقات، مع تحديد أيام، مع تحديد يعني آلية عملية تطبيقية لهذا الموضوع. وبتصور أنه المفروض تلاقي إيجابية ضمن الأوساط أقله اللي بدها رئيس جمهورية. هلأ إذا بدنا نضل نحط عصي بالدواليب، بدنا آخر شيء نقول وبصراحة تامة أنه أكيد في طرف بهالبلد، إذا طبعا ما قبله، في طرف بهالبلد ناطر أولا تخلص حرب غزة، ناطر تسوية إيرانية أمريكية ما بعرف شو هي كرمال ينتج رئيس، وبالتالي مطبخهم ليس في المجلس النيابي إنما مطبخهم خارجي. إذا قبلوا بهذه الطريقة نحن بتصور فينا ننتج رئيس هذا الأسبوع. طيب الورقة يلي اليوم يعني مقسمين حالكم رح تكونوا كنواب معارضة على يومين أو ثلاثة أيام تلتقوا كتل نيابية، مقسمينهم بحسب يعني فئات الكتل النيابية، وأيضا بالرئيس نبيه بري وأيضا بسفراء الخماسية. هذه الورقة المكتوبة يعني قلت لي جوهرة، ولكن هل ممكن تقلي شو النقاط اللي بتتضمنها؟ يعني بتطلبوا فيها التنازل، تنازل الفريق الآخر عن مرشحه، بتطلبوا يعني شو، يعني ماذا تتضمن هذه الورقة تحديدا بال يعني كونها مكتوبة، ماذا في داخلها؟ لا نحن ما عم نطلب بهذه الورقة من أي حدا يتنازل، لأنه هيدا موضوع غير ديمقراطي. يعني لما العالم بدأ تدعي لحوار، ايه بيصير بحق لنا نقول انه كيف بدنا نفوت على حوار اذا الطرف الثاني متمسك بمرشحه ما بده يتنازل عنه؟ عشو بدنا نتحاور اذا نحن اليوم مستعدين نتخلي عن مرشحنا وسبق وتخلينا عن مرشحنا الاول، ليش الطرف الثاني ما عم بيلاقينا على نصف الطريق؟ اذا هذا الموضوع ليس هو جوهر الورقة المكتوبة اليوم أو الإعلان من المعارضة. إذن ماذا في الورقة؟ شو كاتبين بالورقة؟ الورقة هو قبل كل شيء العودة إلى الديمقراطية والعودة إلى الدستور. هيدا شعار. أنا عم بحكي الخطوات التطبيقية. الخطوات التطبيقية حيكون مثل ما قلت لك وحدة منهم يلي كل العالم تعرفها ويلي عن جد هو اللي بدنا إياه، لكن تركينه بعودة رئيس المجلس النيابي والطرف الآخر هو الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية بعدة دورات، وما بين الدورات بنعمل التشاور يلي بدهم إياه، وهن حابين يسموه حوار يسموه، نحن بدنا نسميه تشاور، لكن بنحكي يعني مع بعضنا يعني لا جديد عملنا يعني استاذ اديب يعني لا جديد هيدا اللي عم تطرحوه كلكم كقوى معارضه صار لكم اشهر، يعني اليوم ورقتكم لن تحمل اي جديد. اليوم لا تحمل جديد لانه اليوم هي حتكون بين كل المعارضه مكتوبه، وعم نحط الاشخاص المعطلين بالبلد عند مسؤوليتهم التاريخيه ومسؤوليتهم الدستوريه كرمال يفتحوا المجلس النيابي وننتخب رئيس. نحن اليوم بموقف جدا صعب، يعني الحرب المفتوحه ممكن تصير باي لحظه. اليوم في كثير تغيرات اقليميه، عم بيصير في تغيرات دوليه، نحن ما بقى فينا، نحن الوقت هو ضدنا. اليوم كل يوم عم نتأخر فيه على انتخاب رئيس جمهورية يمكن هيدا يلعب ضدنا بأي شيء ممكن يصير بالمنطقة أو بالعالم. نعم. كرمال هيك الموضوع جدي، وهو أكثر من أنه موضوع جوهره أو تفاصيله، هو توقيته. نحن اليوم التوقيت هو المهم بالنسبة لنا، لأنه عن جد نحن على أبواب المجهول ولازم ننتج رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن. طيب أستاذ أديب السؤال الأخير، التقيت حضرتك بالسفير السعودي وليد البخاري قبل يومين تقريبا، ما هي أجواءه؟ شو حكيته أنت وياه؟ شو استخلصت منه؟ شو قال لك؟ شو هي أجواء السفير البخاري؟ أنا بقدر أقول لك أنه السفير البخاري سعادة السفير كتير متفائل، يعني متفائل انه تصور في شيء بالمنطقه، في شيء بالعالم عم بيصير
عم يعطي هيدا التفاؤل لأنه صار الوقت ننتج رئيس جمهورية، لأنه أي استحقاق إقليمي ودولي، وهلا عم نشوف نتيجة التغيرات اللي عم بتصير بالانتخابات البرلمانية حب العالم، بانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهيدا أهم شيء. اليوم إجا رئيس طبعا هو ضمن النظام الإيراني ويمكن ما يقدر يعمل شيء بالخارج، لكن هو على القليلة أنتج الشعب الإيراني رئيس ممكن يتقبل يحكي مع الطرف الآخر، خصوصا الطرف الأمريكي والطرف السعودي، والعلاقات الإيرانية السعودية اللي ممكن تتحسن من وراء وجود هذا الرئيس. وأي علاقة إيرانية سعودية جيدة بده يتأثر فيها لبنان أوتوماتيكيا، وبالتالي ممكن كمان ينعكس علينا إيجابيا بموضوع الرئاسة. هذا التفاؤل نحن لازم اليوم نستفيد منه، لازم نستفيد من التغيرات، ولازم كلنا نشتغل بجهد انه نعم. ننتج رئيس جمهورية هيدا الشهر، مش الشهر اللي بعده، هيدا الشهر. نعم، انا بدي اتشكرك النائب اديب عبد المسيح على هذه المداخلة للوقوف يعني كنا عند هذه المبادرة او هذا المؤتمر الصحفي قبل عقده ظهر اليوم لقوى المعارضة، وهذا الطرح يلي بتكون يعني بتتناولوه وتمشوا فيه خلال هاليومين القادمين، سواء بدءا من اليوم بقصر الصنوبر مع سفراء الخماسية او حتى الكتل النيابية والرئيس نبيه بري في اليومين القادمين.